بعد غياب 6 سنوات عاد لقب دوري كرة طايرة لنادي الزمالك، ومش بس لقب الدوري ولكن معاه كمان لقب الكاس في ثنائية بيحققها النادي لأول مرة منذ 33 سنة وللمرة الثانية في تاريخه. وموسم كان بطله الأول كالعادة معشوق جماهير الزمالك في الكرة الطايرة كابتن رضا هيكل، فأهلا بيك يا كابتن رضا. أهلا بيك، أهلا بيك، أنا متشرف بوجودي معكم النهاردة وإن شاء الله تبقى حلقة لطيفة يعني. إن شاء الله. كابتن، حضرتك بدأت الموسم في سيسكا صوفيا في بلغاريا، ولكن عدت قبل المرحلة النهائية فقط من حسم الدوري والكاس. فأولا جت منين فكرة الرجوع؟ يعني أنت ليه احترفت من الأول وبعدين ليه رجعت تاني لمصر؟ أنا كنت متفق مع النادي أن أنا مجرد ما أخلص السيزون بتاعي ولو في إمكانية أن أنا هلحق البلاي أوف يعني هاجي أكمل السيزون، فده كان متفق عليه أصلا مع النادي من قبل ما أسافر. أنا سافرت الظروف يعني في نقطتين خلوني ان انا اسافر، كان في ظروف عائليه كانت اضطرتني ان انا اسافر، وبرده مفاوضاتي مع النادي برده ما قدرناش نوفق الدنيا في ان الموضوع ده يمشي مع الموضوع دوت، فما كانش في فرصه ان انا اقعد يعني، فاحترفت الحمد لله. وكانت فرصه، كانت تجربه كويسه جدا اضافت لي كتير قوي الصراحه، وعملت الحمد لله موسم كويس، كان موسم استثنائي برده بالنسبه لي هناك، قدرت ان انا احقق فيه احسن ضارب واحسن ارسال بس. ولما رجعت هنا طبعا كنت اتفقت مع النادي ان انا مجرد ما اخلص الماتشات ان انا ابقى متواجد في نادي الزمالك عشان اكمل معهم بقيه الموسم يعني. احترفت بره في اوروبا في بلغاريا ورجعت لعبت هنا في مصر، شايف الفرق في المستويات ايه وفي التنظيم بتاع البطولات ايه ما بين مصر وما بين البطولات اللي انت احترفت فيها؟ والله بص، هو تنظيم البطولات انا شايف انه السنه دي يمكن في حاجات كتير جديده حصلت. انا شايف ان التنظيم السنه دي كان كويس جدا، كصالات محترمه قوي بنلعب عليها الصراحه، حتى نظام الدوري الجديد او نظام الكاس الجديد برضو ده جديد علينا. انا شايف ان هو تنظيميا كان ممتاز الصراحه يعني على عكس العاده. هو اللي بيفرق بره يعني بره ان الموضوع بروفيشنال اكتر، بيبقى فيه امكانيات اكتر طبعا زي مثلا فيديو تشالنج او ايا كانت، بس فهو ده ممكن الفرق يعني ما بين هنا وما بين بره يعني. لكن احنا دلوقتي انا شايف ان احنا ابتدينا نقرب شويه من المستويات دي يعني. هنرجع دلوقتي للفيديو تشالنج وعندي سؤال ليها، بس عايز اسالك الاول، انت رجعت نادي الزمالك وزي ما كنت بتفق مع الاداره قبل مرحله الاقصائيات، الزمالك بقاله 6 سنين ما بيفوش في بطوله الدوري، وكان في المقابل في سيطره للمنافس التقليدي اللي هو الاهلي، لكن المره دي تحديدا هل كانت عندك الثقه بالتدعيمات الجديدة ان الزمالك فعلا قادر المرة دي ان هو يحقق الالقاب؟ والله بص، يمكن اقول لك على حاجة. الاول يمكن احنا السنة اللي فاتت كسبنا كاس مصر، كان حرفيا بقلل الامكانيات ما كانش فيه محترف، على العكس النادي الاهلي كان عنده 2 محترفين، ودايما معروف ان الاهلي عنده سكواد قوي جدا ولعيبة اسمائها كبيرة، لعيبة منتخب مصر، فالحمد لله يمكن السنة اللي فاتت قدرنا ان احنا نكسب كاس مصر، وكنت اتمنى انها تبقى بدايه ان احنا ان حد يبتدي يهتم بالفريق وان هم يبتدوا يدوا فرقه الطايره اهتمام شويه يعني عن قبل كده. انا شايف ان التدعيمات السنه دي اولا كانت قويه جدا، انا شايف ان احنا قدرنا نتعاقد مع 2 محترفين اسامي كبيره ومستواهم عالي جدا، كان عندي دافع كبير ان انا اكسب وان انا اقدر احقق البطولتين مع النادي الزمالك، بس الفكره برده ان النادي الاهلي زي ما قلت لك ان هم برده فريق قوي جدا، انت ما ينفعش النهارده تقول لا انا اكيد هكسب، لان كده كده ماتش الديربي ده ملوش اي حسابات يعني، ماتش ملوش اي حسابات، هو ده بطوله لوحده، ماتش بحالته لوحده، فهو انت كنت متوقع الفوز، بس برده الموضوع ما كانش، كان لازم برده اهتمام يعني ولازم حرص وكده يعني. يوسفاني هرنانديز وجواو رافائيل، كان ايه مدى تاثيرهم على تحقيق الثنائيه ديت؟ هل يعني فعلا صنعوا الفارق اللي خلى الزمالك يتفوق على كل فرق مصر في بالفرق اللي احنا شفناه دوت، ولا بقيه اللعيبه كمان كان ليهم دور يعني؟ بصوا طبعا الفرقه كلها ليها دور، لان احنا لعبه جماعيه في الاول او في الاخر، فمجرد انت مثلا لو انت معاك حد، لو عندك لعيب قوي هو بيضيف للفرقه يعني، هو لان انت ممكن يبقى عندك لعيب او 2 كويسين بس الباقيين مش مساعدينك فانت مش هتكسب. فهي يعني هي منظومه كامله يعني، الفكره ان انت جواو رافائيل طبعا لعيبه اسامي كبيره جدا وناس يعني امكانياتهم ما شاء الله عليها، بس هي الفكره برده كان في نقط مهمه، ان انت النهارده جايب محترفين او دخلت على الفرقه 2 هيبقوا اساسيين في الملعب في فتره قصيره قوي، فلازم التجانس ده يبقى موجود. هم اتجانسوا معانا بسرعه جدا، هم دمهم خفيف ويعني بيحبونا وخدوا على الجو بتاعنا على طول يعني،
فاحنا كنا موافقين جدا طبعا ان احنا نتعاقد معاهم وان هم يعني يقدوا بالشكل ده وان هم يتجانسوا مع الفرقه بالسرعه ديت. فكنا طبعا موافقين في حاجه زي دي. ارتبطوا بجماهير الزمالك كمان يعني. انا بشوف دايما على السوشيال ميديا عندهم بينزلوا حاجات لجماهير الزمالك. جو رافائيل يقول انا عايز احتفظ بتيشيرت زمالك. بيقولوا لكم ايه انتوا بقى في الكواليس ما بينكم وبين بعض عن الجمهور؟ انا ما اتوقعش ان هم كانوا يعني انا متاكد ان هم ما كانواش متوقعين ان هم يلاقوا الدعم ده من جمهور الزمالك يعني. بس يعني كالعاده جمهور الزمالك طبعا بيبهرنا باللي دايما بيقدمه لنا وبالمساعدات اللي هو دايما بيقدمها لنا. اللي هو معانا دلوقتي في مكسب وفرح وفي خساره تلاقيهم بيدعموك وكل حاجه. هم ما كانواش متوقعين الكلام ده كله يعني. انا في سبب من الاسباب مثلا ان هم ممكن يكملوا معانا او يوسفاني يجدد معانا ولسه بنقرر في موضوع رافائيل يعني. سبب من الاسباب هو جمهور الزمالك ان هو فعلا ابقى عليهم وان هو الناس فعلا بينوا لهم قد ايه ان هم بيحبوهم وبيحبوا نادي الزمالك طبعا يعني. طب انت قلت يوسفاني جدد وجو رافائيل احتمال، كابتن رضا هيكل بقى هل مستمر مع الزمالك ولا ممكن يحترف مره اخرى؟ والله بص لك على حاجه، وانا يعني انا كل اللي اقدر اقوله لك ان انا عمري ما اتاخرت على نادي الزمالك في حاجه يعني. بجد فعلا اي حاجه انا هقدر اعملها لنادي الزمالك هعملها، وان شاء الله يعني اقدر اكون معاهم يعني. دي حاجه تشرفني اكيد يعني. هل في أسوأ الاحوال ممكن نشوف سيناريو تاني نفس سيناريو الموسم اللي فات اللي هو الاحتراف والرجوع على مرحله الاقصائيات؟ مش عارف بصراحه يعني، مش قادر اقول ده دلوقتي يعني. بس كل اقدر اقول لك ان انا فعلا عمري ما اتاخر عن نادي الزمالك يعني. انا السنه اللي فاتت لما خلصت السيزون بتاعي انا قعدت يوم بالظبط يعني، خلصت الماتش قعدت يوم اجازه يا دوبك، لميت فيه حاجتي تاني يوم كنت موجود في القاهره الفجر، الظهر كنت موجود في المعسكر بتمرن قبل الماتش تقريبا بيوم او في نفس قبل اليوم. الماتش بيوم قبل الماتش الاهلي بيوم. وما كانش في وقت خالص ان انا حتى انام يعني اشوف اهلي يعني. ان شاء الله دايما ابقى عند حسن ظنهم يعني. بتقول دلوقتي ان الزمالك دايما في اولوياتك وده الحقيقه بيبدو فعلا في تصرفاتك دايما، ولكن هل حقيقي ان الاهلي السنه دي فوضك ان هو يضمك قبل بدايه الموسم ولا ما حصلش كده؟ لا بشكل رسمي لا، مش اي حاجه حصلت خالص ولا في اي مراحل سابقه. لا خالص. لا قبل كده ممكن قبل كده كان في تفاوض وهم الناس صراحه يعني احترموا رايي جدا، ما حد صراحه حاول يضغط عليا او حاجه يعني. بس وفي الاخر احنا يعني كلنا يعني اخوات يعني واصحاب يعني، والناس تفهموا الموضوع وخلاص. لكن السنه دي ما كانش فيها حاجه رسميه خالص. الكرة الطايرة من أنجح اللعبات تاريخيا في نادي الزمالك، ولكن في خلال السنين اللي فاتت كان حصل فترة دروب كده في البطولات، فكان إيه السبب في وجهة نظرك اللي خلى الست سنين الدوري ما يخش نادي الزمالك، وده فترة طويلة بالنسبة لنادي زي الزمالك في لعبة هو مشهور بقوته فيها، فكان إيه السبب في الموضوع ده تحديدا؟ والله بص، هو يمكن الموضوع ده ابتدى من أول ما كسبنا كاس مصر 2016 اعتقد. وقتها الفرقه ابتدت تتفكك، ابتدت في ناس كتير قوي يسيبوا الفرقه بسبب مشاكل في الفرقه او مشاكل في النادي يعني عامه. ومحدش قدر يلم الدنيا ومحدش عارف يعمل كنترول على الموضوع. طبعا الدنيا اتفشكلت. ابتديت النهارده ان انت تلعب ناس انها صغير وعناصر لسه ما عندهمش خبرات قد خبرات الفرق الثانيه، في تغيير مجالس، في مشاكل كتير جدا كانت حاصله في الفرقه. فاحنا اصلا ما كانش حد مهتم بالفرقه نهائيا يعني. كان فرقه الطايره دي حرفيا ما كانش حد اصلا بيهتم بينا ولا اي حاجه خالص. واحنا ما كناش بنطلب المستحيل يعني، احنا بنطلب بس اللي هو الطبيعي، اللي هو زي اللي حصل دلوقتي، اللي هو زي الاهتمام اللي موجود دلوقتي. انت النهارده اهتموا بالفرقه، وفروا لها الامكانيات اللي هي الطبيعيه، انت ما طلبتش حاجه اكسترا يعني، طلبت الطبيعي. والنهارده قدرت ان انت تلعب تبقى ند مع الاهلي، قدرت النهارده تبقى في نفس المستوى، قدرت تتنافس. لكن قبل كده ما كانش فيه الكلام ده خالص يعني. كان حرفيا احنا فرقه الطايره دي كان اخر حاجه ممكن يفكروا فيها. لكن دلوقتي الموضوع اختلف تماما يعني. يعني مفترض ان هو نفس الاداره، حتى ان هو اللي ماسكه، هي اللي ماسكه. في 2016 دي كان في عز الصحوه اللي بتحصل للزمالك في كره القدم، وبداوا ان هم يعودوا في عز الصحوه اللي بتحصل لليد، وبدات السيطره على الالقاب، ولكن ما كانش فيه الاهتمام بالطايره. تفتكر كان ايه المشكله في الطايره؟ هل مثلا كانوا شايفين ان الاهلي كده هو اللي مسيطر، فاللي هو لا مش هنهتم بالطايره فنهتم ببقيه اللعبات؟ لا، الفكره ان ما كانش فيه اصلا، لان انت كمان ما كانش فيه مساحه ان انت تجيب لعيبه. ما كان اللعيبه المحليه اصلا فرصهم يعني عددهم قليل جدا، انت ممكن تختار منهم يعني. الحاجات اللي كانت متاحه وموجوده قدامك ما كانش انت اللي كنت اصلا. انت دلوقتي لو عايز تجيب لعيب يلعب في نادي زمالك او في نادي اهلي، انت بتجيب واحد يضيف او واحد هيزود الفرقه. لكن انت ما ينفعش تجيب حد لعيب لمجرد ان انت تسد خانه بس يعني. فما كانش فيه يعني، ما كانش فيه اصلا المساحه ان احنا نجيب حد، وما كانش فيه حاجه، وما كانتش الدنيا يعني كانت اداريا ما كانتش متظبطه خالص. في الاسامي الكبيره اللي في الفرقه مشيت
يعني الاسامي الكبيره اللي في الفرقه اصلا اللي كانوا موجودين وقتها وكنا بنكسب بيهم ما كانوش موجودين خلاص بقى مشي وراح انديه تانية وكده. يعني دايما بيتقال على شيكابالا ان هو من ضمن الحاجات اللي عملها في فريق كره القدم ان هو حافظ على فريق الزمالك في فتره الوقوع بتاعه الكوره. هل ده ينطبق ايضا على رضا هيكل اللي هو كان في الفتره اللي هي كان الزمالك مش قوي فيها هو اللي حافظ على الفريق او على تواجد الفريق لحد لما استعاد قوته تاني وحقق الثنائيه هذا الموسم؟ انا شايف انا واحد من الناس شايف ان الناس الزمالك قدمه لي في حياتي حاجه كبيره قوي. انا موجود في نادي الزمالك من عندي 7 سنين وده النادي اللي انا اتربيت فيه من وانا صغير. النادي ده هو اللي كبرني هو اللي عمل لي اسم. انا شايف ان انا ان مش المفروض ابقى موجود في الاوقات اللي هي كويسه اللي هي فيها فلوس اللي انا بكسب فيها ولو الدنيا مقزمه همشي. لا بالعكس احنا يمكن عندنا مواقف كتير جدا صعبه ماديه في اوقات احنا كنا بنكسب فيها وكنا بنعمل كل حاجه وما كناش بناخد فلوس خالص. انا شايف ان ده جزء في حياتي لازم ابقى دايما وافي بيه يعني. بس فانا شايف ان انا في الاوقات دي ببقاش متضايق يعني اكيد بيبقى طبعا الوضع مش كويس بس انا في نفس الوقت لا انا مبسوط ان انا موجود في وسط النادي بتاعي في وسط اصحابي وعلى الاقل برد يعني جزء صغير من الجميل النادي عمله لي يعني. يعني احنا اصلا انت لو فكرت فيها ما اعتقدش ان اي لعيب او اي حد ليه جماهيريه بيبقى كبير او بيكبر في مجاله او في حياته من غير جمهوره ومن غير المكان اللي هو اتربى فيه يعني. اكيد ودي حاجه تحترم جدا. طيب بمناسبه الحديث عن شيكابالا كان دائم المؤازره لفريق الطايره السنه دي في حسم الدوري وفي حسم الكاس، ولكن كالعاده البعض هاجم وجود شيكابالا وقال ان هو كده بيسرق الضوء من نجوميه لعيبه الطايره ان هم دي بطولتهم هم اللي خدوها، ولكن في المقابل بنشوفك ان انت بتحتفل بالدرع برقصه شيكابالا. ف يعني الاحتفال الرسمي لنادي الزمالك يعني ما بيسرقش الاضواء منكم؟ لا خالص. انا يعني انا وجهه نظري انا واحد من الناس ان انت النهارده لما بتبقى في وقت صعب وبتلاقي كل الناس اللي بيحبوك واقفين حواليك وبيساعدوك اكيد ده هيبقى دفعه معنويه كبيره جدا ليك. انا شايف ان دي حاجه ممتازه جدا ان انت النهارده بتلعب ماتش نهائي دوري او حتى نهائي كاس وشيكابالا كان موجود وانت بتبص بره تلاقي شيكابالا او بتلاقي عمرو زكي او بتلاقي امير عزمي مجاهد او 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 ده دعم. اصل احنا برضو يعني احنا مش ناس غرب عن بعض يعني احنا عيله. ففي الاوقات الصعبه دي لما تلاقي ناس واقفين جنبك انت اكيد طبعا بتبقى عايز تعمل كل حاجه عندك يعني ما تبقاش قلقان تحس ان هم بيطمنوك. حتى في ماتش الكاس لما خسرنا لا شيكابالا نزل لنا الملعب وسلم علينا وقال لنا بكره هنكسب ان شاء الله والحمد لله ان احنا تاني يوم قدرنا نكسب. يعني الموسم الجديد بقى انتهى الموسم والزمالك خلاص حقق الثنائيه، ولكن توقعاتك ايه للموسم الجديد مع استمرار يوسفاني والاهلي في المقابل عمال برضو بيجدد لاعبيه اولا ولسه في بصدد ابرام تعاقدات جديده، تفتكر الموسم الجديد هيكون اقوى كمان من الموسم الحالي؟ والله بص الموسم ده انا الصراحه بجد لما رجعت اتصدمت من اولا الفرق كلها جايه محترفين والدوري فعلا بقى قوي جدا يعني حتى مستوى الناس اللعيبه المحليه عالي جدا جدا جدا. انا الصراحه ما كنتش متوقع ان الموضوع هيبقى يعني هيطلع بالشكل الجميل ده ان فعلا النهارده انت بتلعب مثلا ماتش اهلي وزمالك لا انت مبسوط وانت بتلعب ان انت النهارده في ماتش بتلعب فولي جميل النهارده الفرقتين بيموتوا نفسهم. لا انا شايف ان السنه الجايه الموضوع هيبقى صعب جدا يعني بمناسبه كلامك عن مستوى اللعبه انا فاكر يعني من حوالي سنين كتير حوالي 10 سنين او حاجه كانت مصر وصلت لمرحله لا زي اليد كده دلوقتي احنا دايما متواجدين في الدوري العالمي متواجدين بنشارك مصنفين بنلعب بطولات العالميه ولكن احنا بقالنا سنين غايبين حتى على مستوى المنتخب عن الساحه ما بناخدش بطولات ما بنشاركش في احداث كبرى ويكون لينا تواجد ولكن السنه دي فعلا انا حاسس ان المستوى مختلف. هل كمان إذاعة المباريات كان ليه دور في الموضوع دوت؟ هل شجع الناس على المؤازرة أكتر؟ والله بص أنا زي ما قلت لك هي منظومة كاملة. أنت النهاردة لو أنت اهتميت بالمنظومة دي بكل جوانبها النهاردة هتلاقي كل حاجة ماشية طبيعية. أنت النهاردة ابتديت النهاردة تهتم بدوري الكرة الطايرة الماتشات بقت بتتذاع بقى في ناس متابعة النهاردة اللعيب بدأ يحس إن هو لأ يعني هو بيعمل حاجة هو مش مجرد بس لعيب بيروح يلعب ماتش وبيروح محدش عارف عنه حاجه. لا انت النهارده دلوقتي بقى فيه اهتمام. انا شايف ان السنه دي ان شاء الله منتخب مصر بقى اقوى نسخه باذن الله ان شاء الله. انا شايف ان فرق الدوري مقدمين مستوى ممتاز يعني اتمنى ان هو يطلع بالشكل المناسب يعني السنه دي ان شاء الله منتخب. كابتن رضا حققت السنه دي الثنائيه وقبل كده كان ليه بطولات تانية كتير اكيد، ولكن تفتكر ايه اغلى بطوله انت خدتها في حياتك من وجهه نظرك؟ بص هو بطولة 2009 بطولة افريقيا 2009 دي طبعا هتعتبر من اغلى البطولات بالنسبه لي اللي هو يعني دي حاجه كده
يعني تيشرت البطوله عندي لحد دلوقتي بالميداليه، ما دول ما يعني انا عاده مثلا في حد بيطلب مني تيشرت او حاجه بدوله، بس التيشرت ده حرفيا مخليه عندي. انا في وقتها كان عندي حوالي 17 سنه، كنت لسه بكبر، فتخيل انت دي اول حاجه بتشوفها. طبعا دي من احلى البطولات، بس انا بالنسبه لي السنه دي سنه استثنائيه. انا حرفيا كنت مبسوط جدا جدا، يعني كنت في اسعد حالاتي ان انا دي حاجه كنت بحلم بيها ان انا احققها، وخصوصا مع نادي الزمالك. واحساس ان انت تكون عند حسن ظن الجمهور دي حاجه كبيره قوي، يعني انا شايف ان ده فرحه الناس، الفرحه في عيون الناس بالحاجه اللي احنا عملناها دي، دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي اصلا، دي بتسعدني اكتر بكتير. يعني بالرجوع للفار او تقنيه الفار اللي مش موجوده في الطايره، من اكتر الملاحظات اللي شفناها في مرحله النهائيات كانت الاعتراض على الحكام من كل الفرق، فهل شايف ان هو لازم يبقى فيه الفيديو تشالنج بعد كده موجود في المواسم اللي جايه بقى في وجود الملاعب المحترمه اللي بقت دي الصالات الجديده وكده، ولا ايه؟ والله انا شايف ان دي اكتر حاجه ناقصه طبعا، يعني بره مثلا بره مصر انت بتلعب بالفيديو تشالنج، انت حرفيا ما فيش حد بيتكلم مع الحكم، وما فيش حد بيتخانق مع اي حد خالص، ولا الفريقين اصلا بيتكلموا مع بعض، لان خلاص هو الحكم حتى لو هو في بوينت هو شاكك فيه، هو ذات نفسه شاكك فيه، هو يطلب التشالنج. يعني مش شرط انت اللي تطلب التشالنج، لو في بوينت هو شايف ان هو مختلف مع الحكم التاني او مختلف، لا هو هيطلب التشالنج. لدرجه ان هم عملوا بره جرين كارد، يعني النهارده بقى في النهارده كارت اصفر وكارت احمر، اللي هم عملوا كارت اخضر. الكارت الاخضر دوت للفير بلاي، يعني انت النهارده مثلا الكره البوينت جت، الكره مثلا جت في ايدك وانت قلت للحكم لا الكره فعلا لمست ايدي ما خليتوش يرجع للتشالنج، بيديك كارت اخضر. فهم بيحاولوا ان هم على يعني كل فتره بيحاولوا ان هم يخلوا اللعب اسهل، وبيخلوا ان اللعب ما فيش فيه مشاكل كتير. يعني بمناسبة كلامك عن الكارت الأحمر والكارت الأخضر، في حاجات برضو إحنا ناس مش متابعة قوية أو مش على دراية تامة بقوانين الطائرة، فمثلا يعني إيه الخطأ في الدوران اللي بنسمع عنها، أو الطرد بيتحسب بنقطة على الفريق، فحاجات زي ديت ممكن تشرحها لنا برضو؟ هو الخطأ في الدوران ده اللي هو إحنا طبعا بنلف زي ما أنت عارف زي مع عقارب الساعة، فإحنا المفروض نبقى متمركزين في الملعب بشكل معين، ما ينفعش مثلا لعيب في مركز يبقى سابق لعيب في مركز تاني، أو مثلا أنا السيرفي بتلعب من الناحية التانية ما ينفعش أتحرك قبل ما يلعب السيرف من مكاني، علشان لو اتحركت قبل لازم الكرة تكون طلعت من إيد اللعيب، لو اتحركت قبل يبقى كده ده بيتحسب خطأ في الدوران مثلا. كده يعني الكارت الأصفر بيبقى تحذير، في أصلا زي تحذير الأول بيبقى كارت أصفر مع الحكم قافل إيديه، في كارت اصفر بيبقى برضو تحذير تاني، الكارت الاحمر بيبقى بوينت عليك، اصفر واحمر بيستبعدك بيحسب عليك بوينت وبيستبعدك شوط حاجه كده اعتقد. يعني كابتن رضا، في اثناء رجوعك بقى لنادي الزمالك المره الاخيره دي، كانت ايه مين اللي كلمك اساسا وجت ازاي؟ هل فكرت في الموضوع؟ يعني موضوع مش ازاي ان انت ترجع للزمالك قبل ماتش الاهلي بيوم، تاني يوم تكون في الصاله بتلعب وتسجل نقاط حاسمه في تحقيق الفوز؟ يعني هو طبعا يعني المدربين كانوا بيكلموني طبعا، حتى صحابي في الفرقه، وكنا على تواصل، وكنت اشرح لهم ان الجدول بتاعي هيمشي ازاي ونظامه ايه بالظبط. هي النقطه بس كلها كانت في ان انا اخلص اجراءاتي من هناك، لان انا المفروض كنت اعمل كل حاجه في يوم، ان انا الم حاجتي وان انا النادي بتاعي يعمل لي ريليز اصلا من على الانترناشنال ترانسفير، فالموضوع برده ما كانش سهل. دي حاجه تحسب للنادي بتاعي الصراحه، نادي سيسكا صوفيا، ان هم كانوا يعني ساعدوني جدا جدا وخلصوا لي اجراءات صعبه قوي، يعني يمكن في يوم كانوا شايفين نادي الزمالك نادي كبير قوي، وكانوا فرحانين ان انا راجع اكمل سيزون مع نادي الزمالك. بس طبعا احنا طبعا كنا بنتكلم، والمفاوضات كانت على طول المدربين بيكلموني، صحابي بيكلموني من الفرقه كده، وقدرنا ان احنا نخلص كل حاجه. يعني انا حتى اتكلمت مع الاستاذ احمد مرتضى في التليفون، المكالمه اصلا ما خدتش 3 دقايق، يعني هو الراجل الصراحه ما قال لي تعالى وخلاص، يعني اللي انت عايزه هتاخده ويلا ما فيش، خلاص مع السلامه، فاهم؟ اللي هو يعني ما تكلمش معايا في حاجه، اللي هو انت كده كده هتيجي يعني. بس جيت الصراحه، ولا يعني كان اصلا الاستقبال احسن مما توقعت يعني بصراحه، وبصراحه الناس التزموا بكل حاجه. استاذ احمد مرتضى صراحه عمل مجهود خرافي، يعني هو استاذ مرتضى منصور طبعا يعني رجع كل حاجه تاني زي ما كانت، ويمكن احسن كمان. على السوشيال ميديا كده بيعرف دايما بعد كل ماتش يتناقلوا بقى فيديوهات لنقط حلوه لرميات صاروخيه، فطبعا في ماتش الدوري كان ليك نقطه يعني لا جت في لعب الاهلي وقعته، والناس كلها كانت عماله بتشيرها.
عملت ايه قلت ايه للاسامي الكوره جت فيه اسامي من لعيبه الاهلي بعد الماتش وكنت شعورك ايه وانت بتشوف الفيديو يعني؟ لا والله انا خلي بالك انا اصلا انا ما خدتش بالي من الكوره دي الا بعد الماتش. ان انت خدت بالك اصلا لما جربت البوينت؟ انا جبت البوينت وجريت على طول لفيت بظهري ما خدتش بالي فعلا. ما خدتش بالي بعد الماتش لقيت بقى الفيديوز كتير معموله و يعني كذا حد عامل الفيديو دوت بقى باصوات مختلفه وكده. لكن لا هو طبعا الليبرو بتاع الاهلي محمد رمضان يعني هو اولا لعيب ممتاز جدا طبعا. جدا جدا يعني من الليبروهات اللي هيبقى ان شاء الله موجود ليه اسم كبير في منتخب مصر وفي نادي الاهلي طبعا. هو حبيبي والله يعني هي مش مقصوده خالص يعني بس هو كانت حاجه لطيفه يعني بس هي جت كده بقى فيه مش قصدي يعني. كابتن رضا هسالك شويه اسئله سريعه كده برضو في الاخر يعني لو قلت لك اخيرك الموسم الجاي ما بين الفوز بثنائيه جديده وما بين بطوله افريقيا تختار ايه؟ اختار الثلاثه. تمام. تسجل اخر نقطه في شوط خامس ولا تطلع اعلى مسجل نقاط وفريقك كسبان 3-0؟ لا اسجل اخر نقطه في الشوط الخامس وده دي ان ايه الزمالك اعتقد يعني. لو في ايدك تضم لاعب واحد بس من الاهلي حاليا تختار مين؟ احمد سعيد. لو بتلعب كوره بقى بتلعب كوره اصلا ولا يعني ساعات كده يبقى مركزك ايه كان لو كنت بتلعب كوره؟ ممكن اقف جون او ممكن العب مهاجم عشان العب بالهيد وبتاع. اكتر لاعب بتطمن وهو جنبك سواء في النادي او في المنتخب؟ لا مفيش لاعب طبعا انا طول ما انا موجود وسط فرقتي دول هم دول ظهري يعني يعني هم دول اللي بيطمنوني هم دول اي حد بيطلع من الملعب وحتى اني بيخش مكانه ما بقاش فيه فرق يعني. اصعب حائط صد لعبت ضده في مصر وبره؟ في مصر محمد عادل طبعا بتاع الاهلي ده طبعا لعيب ممتاز جدا. بره مصر في المنتخبات بقى الكبيره بقى ايطاليا البرازيل طبعا الموضوع بيبقى صعب يعني. تمام. تحقق مركز متقدم في بطوله العالم ولا الاولمبيات لو الموضوع باختيارك يعني؟ لا اولمبيات طبعا. الاولمبياد طبعا لان الاولمبياد اعلى حاجه ممكن الرياضي يوصل لها يعني. كابتن رضا احنا بشكرك جدا ويعني سعداء ان انت كنت معانا وان شاء الله تكون دايما محقق بطولات مع فريقك في الزمالك او حتى في الاحتراف وكمان يا رب مع منتخب مصر نرجع البطولات في السنين اللي جايه. يا رب ربنا يخليك وانا اتبسطت اني كنت موجود معاكم النهارده. شكرا جدا. شكرا الف شكرا.